رمضان ومدينة لنهار اليوم رح نربطوه بالسهرات الرمضانية العاصمية، والوجهة اليوم رح تكون نحو موسيقى الشعبي، وينظم الديوان الوطني للثقافة والإعلام أولى سهراته الفنية من توقيع الفنان القدير عبد الرحمن قبي ونسيم يوسف. هذه هي الأولى اللي رايحين نخدموها بعد 3 سنين كاو. إن شاء الله يكون عندنا جمهور قوي، نشوف الجمهور اللي كاين ونقدم له واش يحب. الحمد لله عمك، سي ان تي بو بيزار باسكو صافي 3 زون كون ميم لي الفنان يعني ما متلاقاش يعني في مع البيبليك تاعو دون دي سين اوفيسيال كيما تاع اليوم. كنا نتلاقاو هكذا في دي بتيت بريستاسيون ولا ميم يافي دي بتي سبيكتاكل هكذا في يعني في لي ريزو سوسيو فوالا. اليوم الحمد لله سي اون بروميير، الناس كانوا متفاعلين. اليوم قاعده شعبي سي بوكو بلوس، كانت الراحه النفسيه يعني. درنا قصيد في مدح الرسول عليه الصلاه والسلام اللي نذكروا يعني بلي كوتيديان تاعنا في شهر رمضان. قاعده شعبيه يكثروا وان شاء الله هذا هو دونك اون روبرون نو زاكتيفيتي اون روبرون نوتر كوتيديان نوتر في نورمال ان شاء الله. وسط جمهور محتشم كونها اولى السهرات الفنيه الشعبيه، الى ان بعض الشباب والعائلات يختاروا مثل هذه الحفلات العائليه لقضاء سهراتهم. الله اخويا حاجه مليحه وعجبتنا اخويا، وراهي يعني راهي مليحه اخويا الحال. خو جو بريفير هكذا دي سواري كيما هذو خويا، خير ملي واحد بيان سور مور تراويح كذا تجي لهنا تجوز وقتك انت. لا باس مليح، ماذا بينا تكون كل عام هكذا. يعني والله بعد يعني الخروج من جائحه كورونا يعني اللي هي يعني تقريبا يعني خلات فارق كبير في الميدان في البساط الفني الثقافي بصفه عامه. يعني هذه نشكر الديوان الوطني للثقافه والاعلام على هذه يعني هذه المبادره اللي راح تكون يعني ان شاء الله بشرى تاع الخير باش تعاود يعني تبعث يعني نفس جديد. موسيقى الشعبي بكلامها الزين والموزون تبقى واحدة من الطبوع الفنية لتشجع العائلة الجزائرية على قضاء سهراتها خارج البيت.